طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة الأسبوع معي أنا عبد الله الأخضر. ونبدأ من موقع الجنوب نت الذي نشر تقرير بعنوان الطلاب المبتعثون في ماليزيا مشاكل زمنت ومأساة لا تنتهي. وقال الكاتب في بداية التقرير: تستمر معاناة الطلاب اليمنيون المبتعثون في ماليزيا، وذلك مع استمرار التأخير في صرف مستحقاتهم منذ أكثر من 6 أشهر وعدم تسديد الرسوم الدراسية لجامعاتهم، وهي مشكلة تتجدد بين حين وآخر. وقال المسؤول الإعلامي في الهيئة التأسيسية لاتحاد العام لطلاب اليمن في الخارج معاذ الصوفي: إن الطلاب يواجهون مشاكل مختلفة بسبب عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية منذ بدء الحرب. ويشير إلى أن وزارتي التعليم العالي والمالية تتحملان مسؤولية تأخير مستحقات الطلاب نظرا لتكرار المشكلة خلال السنوات الأخيرة من دون أن تسعيا إلى حلها جذريا. ويؤكد الصوفي أنه لم يعد هناك أي مبرر لتأخير صرف المستحقات، ولا سيما بعد استقرار الأوضاع في العاصمة السياسية المؤقتة عدن وممارسة جميع الوزارات مهامها هناك. وأردف: الطلاب لجأوا إلى الاحتجاجات والاعتصامات في جميع السفارات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية لإيصال المعاناة إلى الحكومة، وذلك بعدما يأسوا من المناشدات. واختتم التقرير: إن الطلاب اليمنيين في الخارج يعيشون ظروفا صعبة وحياة مأساوية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، وخصوصا أنها تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم. وفي صحيفة الأيام نشرت مقال الكاتب محمد العولقي تحت عنوان تبكيت تنكيت. وبدأ الكاتب المقال: من غرائب هذا الزمن المكور أن ينام الظالم في فنادق 7 نجوم وينام المظلوم على الحديدة. بطل الحرب دائما هو الجندي المجهول الذي لا نعرف عنوان قبره، وبطل السلام هو المواطن المطحون الذي يبات على لحم بطنه دون أن نعرف عنوان بيته. إذا ارتفع نحيب ونخيط النظام، اتفق الناخطون السياسيون على عصر المواطن في بوفية حرب المصالح، وإذا تصالحوا تقاسموا ما تبقى من عباد الله قسم التوازن. وعندما يخرج الشعب للمطالبة برفع سعره في سوق البشرية، يكتشف أن كيلو اللحم البقري أغلى منه بمراحل. وتابع الكاتب: لم نعد بحاجة إلى قانون يحمي المواطن من عبث اللصوص والبلطجية ومتنفذي البسط على الأخلاق والمكارم، لأن الذين يشرفون على القانون من الحمقى والمغفلين. وقال: من المضحكات أن الحكومة تحتفل بأنها ضبطت شحنة أدوية فاسدة، في حين أنها لم تضبط أو تحاكم رموز الفساد من تجار وسياسيين نخلوا الوطن جهارا ونهارا. واختتم الكاتب المقال: الريال اليمني طالع، الريال اليمني نازل، وبين طالع ونازل يقف الشعب الفقير على حافة المجاعة والموت، فيما يتعالج الفاسدون الحكوميون من التخمة في كبرى مستشفيات العالم. أما في موقع نيوز يمن، حيث تناول مقال مطولا للكاتب مصطفى النعمان يحمل عنوان عن دور الأحزاب اليمنية. وقال الكاتب في خضم المقال: عانت الأحزاب اليمنية الرئيسية دائما من ضعف الأداء وانشغال قياداتها في البحث عن مكاسب وظيفية ومالية، وحدث نتيجة لذلك انقطاع كامل في تواصلها مع قواعدها، رغم المحاولات التي بذلتها زعماتها لإظهار الأمر صراعا من أجل مصلحة وطنية. وتابع الكاتب: اشتركت الأحزاب في حكومة مع طرف كانت تطالب إسقاطه، أي نظام صالح، نظام اتهمته بالفساد والعبث، ولكنها لم تتمكن من إعطاء انطباع مقنع برغبتها الصادقة في تصحيح المسار السابق. وكان ذريعتها الوحيدة المعبرة عن كسلهم هي الدولة العميقة، وهو تعبير لا يمكن بأي حال إسقاطه على تركة صالح، لأن مفهوم الدولة ومؤسساتها لم يكن راسخا أصلا في فكر الحاكم والمحكومين حينها، لهذا تبعثرت أحلام الشباب واستبدلتها الأحزاب بفكرة التقاسم الوظيفي. ومن المنطقي القول
إن القوى المنظمة الوحيدة التي تمكنت من استغلال الموقف هي التي تحمل فكرا دينيا محركا لنشاطاتها، ما يفسر استمرارها بفاعلية على الساحة السياسية، إذ امتلكت التنظيم الصارم والذراع العسكري المساندة. وقال: أعني هنا حزب الإصلاح والسلفيين وجماعة أنصار الله الحوثية، أما البقية فلم يعد لها إلا موقع في الفضاء الافتراضي أو ممثل في الحكومة، وفي أفضل الأحوال مستشار. وفي موقع العربي الجديد ذكر مقال الكاتب فاروق الكمالي تحت عنوان: المصارف اليمنية مأزومة وانقسام المركزي يعمق المخاطر. وبدأ الكاتب المقال: يهدد انقسام الجهاز المصرفي في اليمن نشاط المصارف التجارية والإسلامية التي باتت حائرة بين سلطتين نقديتين وبنكين مركزيين، وأصبحت مهددة بالتوقف وإغلاق مقارها بعد مرور 4 أعوام على الحرب الدائرة في البلاد بين حكومة الشرعية المدعومة من التحالف والمتمردين الحوثيين. وتابع الكاتب: بما أن جميع المصارف التجارية 17 في اليمن باستثناء واحد منها تتخذ من صنعاء مقرا رئيسيا له، فإن سلطات الحوثيين تتمتع بنفوذ كبير للضغط على هذه المصارف، وتهدف جهود سلطات الحوثيين إلى منع نقل السيولة النقدية المادية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وفق مصادر للموقع العربي الجديد. وقال الكاتب: محمد زمان محافظ البنك المركزي اليمني أكد أن البنك المركزي ترك حرية القرار للمصارف نفسها في البقاء بالعاصمة صنعاء أو نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، لكن مسؤولا في اللجنة الاقتصادية التابعة للرئاسة اليمنية أكد أن نقل مقرات المصارف إلى عدن ليس بتلك السهولة التي يتصورها البعض. تناول موقع الاتحاد الإلكتروني أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعهدت بمنح 200 مليون جنيه إسترليني لمساعدة ضحايا الحرب في اليمن، وطالبة بإنهاء الأزمة والمعاناة الناجمة عن الحرب. وقالت ماي: يجب التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن، فهناك طريق واحد لإنهاء تلك الأزمة والمعاناة. وأضافت: تم إحراز تقدم حقيقي للتوصل إلى حل سياسي، لكن النوافذ تغلق أمام الفرصة السانحة، لذلك يجب الاستفادة من زخم محادثات ستوكهولم لتحويل الاتفاقيات الحالية إلى سلام دائم. وقال الموقع: تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من 4 سنوات في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان، أي نحو 24 مليون شخص، إلى مساعدات إغاثية حسب إحصائيات الأمم المتحدة. ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن الإمارات تتبرع ب 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن. وتابعت الصحيفة أن معالي ريما الهاشمي وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي أعلنت خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة بشأن اليمن عن تخصيص دولة الإمارات العربية المتحدة لمبلغ 500 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن. وقالت الصحيفة أيضا أن السعودية أعلنت كذلك التبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة. وكذلك تبرعت الكويت بمبلغ 250 مليون دولار لدعم العمل الإنساني في اليمن. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت أن المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني أعلن عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفعة 17 المخصصة للمواد الغذائية الأساسية بمبلغ 59.5 مليون دولار حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك التجارية والإسلامية في جميع محافظات الجمهورية. وقال المركز الإعلامي في بيان له: إن الوديعة السعودية المقدرة بمبلغ 2 مليار دولار مخصصة للاعتمادات المستندية للمواد الغذائية الأساسية، وهي القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال وزيت الطعام، لدعم جميع سكان الجمهورية دون استثناء.
وأضاف أن أسعار المصارف للاعتمادات المستندية ثابتة حسب أسعار العام الماضي بقيمة 440 ريال للدولار الواحد. وأخطر البنك المركزي جميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية بالتوجه إلى البنك المركزي لاستكمال إجراءات الاعتمادات المستندية. نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لمارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة باليمن بعنوان أملي اتجاه اليمن. وفي خضم المقال قال لوكوك: من بين نحو 20 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة لتأمين الغذاء، هناك ما يقارب 10 ملايين شخص هم على قاب قوسين أو أدنى من المجاعة، بما فيهم 240 ألف شخص تقريبا يواجهون مستويات كارثية من الجوع وبالكاد هم على قيد الحياة. فقط نصف المرافق الصحية في البلاد ما زالت تعمل بشكل كامل. أصيب مئات الآلاف من الناس بالأمراض في العام الفائت بسبب سوء الصرف الصحي والأمراض المنقولة بواسطة الماء، وزادت الاحتياجات في جميع القطاعات بشكل كثيف. يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمرض والضعف حاليا أكثر مما كانوا عليه من العام الفائت. وقال لوكوكا: على الرغم من كون اليمن واحدا من أخطر الأماكن التي يمكن العمل فيها وأكثرها تعقيدا، قام نحو 254 شريكا دوليا ووطنيا بالتنسيق فيما بينهم لتأمين الدعم لليمنيين وبالتالي إنقاذ حياتهم. واختتم لوكوك مقاله: لم تتوقف الدول المانحة على التبرع بسخاء للاستجابة الإنسانية لليمن، ونحن نحثها على القيام بذلك مجددا هذا العام. من مصلحتنا جميعا أن نمنع المأساة الإنسانية في اليمن من التدهور أكثر. لدي كل الأمل في أن ينقذ عملنا الجماعي في جنيف المزيد من الأرواح ويدعم العملية السياسية اتجاه نحو حل سلمي. وفي صحيفة العرب اللندنية حيث قالت أن مجلس الأمن الدولي دعا الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من 3 موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب. وتابعت الصحيفة: في إعلان صدر بالإجماع رحب أعضاء المجلس 15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأمم المتحدة مؤخرا بين المتمردين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، ودعا المجلس إلى التطبيق الفوري للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق والتي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ومن ثم مدينة الحديدة. كتب الكاتب هاني مسهور في صحيفة العرب مقالا مطولا يحمل عنوان عقدة الحديدة والحل الأمريكي. وبدأ الكاتب المقال: ما كان يفترض أنه مدخل لحل الأزمة في اليمن تحول إلى عقدة في الملف اليمني، فالمجتمع الدولي الذي دفع باتجاه تحويل إجراءات بناء الثقة في ستوكهولم إلى اتفاق سياسي عمل عليه البريطانيين تحول بعد شهرين إلى اتفاق يصعب تنفيذه تماما، كما هي القرارات الدولية التي صدرت في حق القضية الفلسطينية قبل أكثر من نصف قرن. وتابع الكاتب: من الواضح أن الأطراف اليمنية لم تصل إلى نقطة القبول بالتسوية السياسية، ومن الواضح أيضا أن طرفي الصراع في اليمن ما زالا يمتلكان قدرا كبيرا من المضي في مواصلة لا حرب ولا سلم. وقال: يدفع اليمن ثمن صحوة أمريكية طرأت فجأة. وقال أيضا: يبقى اليمن بالنسبة للأمريكيين ورقة من أوراق سياسية في الصراع مع إيران. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة البيان الإماراتية بعنوان اليمن. بهذا الكاريكاتير مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. حتى الملتقى، إلى اللقاء.